ما حكم الزواج بنية الطلاق لمدة 7 أيام أو 10 أيام إذا خشي المسافر على نفسه من الزنا؟ وهل فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في جواز الزواج بنية الطلاق تشمل المدة القصيرة والطويلة أم لا؟ لأن بعض الشباب الذين سافروا في الإجازة السابقة صوروا الفتوى بحجة أنها تنطبق عليهم ولو كانت المدة قصيرة، فما الحكم ذلك؟ هذا ليس من المتعة. المتعة هي يتزوج الإنسان وهو على شرط بينه وبين أهل الزوجة أو الزوجة على أيام معلومة أو سنة معلومة أو شهر معلوم كما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام، ثم نسخ ذلك في أثناء الإسلام في حجة الوداع وغير في يوم الفتح على قدام من أهل العلم. أما كونه يرمي الطلاق هذا ليس بمتعة، أن يتزوج بنيته أن متى سافر من أمريكا أو من أوروبا طلق قد يهول ولا يطلق، انما لو شيء مباح له، لو طلاق مباح له، وليس هذا من المتعه في شيء. المتعه المشارطه على مده معلومه، متى مضت انتهى النكاح وانقضى النكاح، كما يفعل الان في بعض طوائف الرافضه. المقصود ان المتعه شيء معلوم بزمن معلوم مقدر، هذا هو الذي نسخه الله الى يوم القيامه ومحرم. اما كل شيء يتزوج ونيته انه يطلق اذا اعتنى او شهر او اسبوع او سنتين او كذا، فقد يرجع عن هذه النية ويرتد هذه النية، شيء بينه وبين ربه جل وعلا، ليس مشاركة بينه وبين الزوجة ولا بينه وبين الولي ولا بينه وبين الأسرة، انما هو شيء في نفسه. هذا لا يضره عند جمهور العلم، حسب صاحب الموني عن اكثر العلماء، وقال بعض اهل العلم لا ينبغي له ذلك ولا ينبغي ان تكون هذه النية، فهي ترك هذه النية وتزوج بدون هذه النية يكون افضل واكمل واحفظ. إذا كانوا لا يعلمون يعني ما في غش، هم مباح لها الطلاق ولو ما نوى، هم ملزم بها يبقى معها، هم ملزم ولو ما نوى الطلاق. لو زوجت امرأة ثم رأيت من المصلحة أن تطلقها بعد ليلة من الزواج لا حرج عليك، رأيتها ما تناسبك فطلقتها بعد ليلة وليلتين ما في حرج. يا شيخ الله، من أحد الإدارة المكتبة مختلطة وكل يوم يجي عليهم يدلل، أي الإدارة؟ نحن الإدارة العامة في شارع برقية، وهذا نشر للربيبة كاتبة وردة؟ تأتي الفتاة في أي وقت كاتبة وردة الآن؟ نغب كتبناه لك قبل أسبوعين، يمكن لا بد كتبت لك، لو كتبت في برقات باسم ناصح حياك الله خير، هذا النسيان دحين باسم ناصح. وبعد نخبركم أن رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني يمنع بعض من يرغب للالتحاق في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالحرس ولا يرضى بأن يدخلها بها إلا عريف وجندي فقط، وما فوق العريف والجندي يمنعه قطعيا ولو كان يرغب، ونرجو من فضيلتكم النظر في ذلك. ينظر الأمر إن شاء الله.